السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه الدولة العثمانية التي يلمعها من يلمعها، يقلبون الحقائق ويزورون التاريخ ويذكرون لها الفضائل والمناقب، وإني ذاكر فقط شيئا من مواقفها فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين في عهد هذه الدولة. هذا الأمر الذي سنتحدث عنه في هذه الدقائق أذكر أمرين: أمر نشر الشرك في عهد الدولة العثمانية، والأمر الثاني محاربة التوحيد وأهل التوحيد. أما نشر الشرك فكان بأمرين أيضا: الأمر الأول اعتقاد سلاطينها العقيدة الصوفية الغالية على الطريقة النقشبندية وعلى الطريقة الشاذلية، وهي أقرب ما تكون إلى الرافضية الاثني عشرية الباطنية. هذه عقيدة سلاطين الدولة العثمانية، خاصة المشهورين منهم كمحمد الفاتح وسليمان القانوني وعبد الحميد الثاني. هذه عقيدتهم صوفية قبورية أشعرية. ثم إنهم ماذا قاموا؟ بتشييد الأضرحة والقبور وبناء القباب وتوزيعها في أرجاء المعمورة، فلا يجدون قبر صحابي أو قبر رجل من العلماء أو من الصالحين إلا وشيدوا عليه ضريحا وقبرا وبنوا عليه قبة، كما حصل لقبر أبي حنيفة في العراق، وكما حصل لقبر أبي أيوب الأنصاري. حتى قال بعض العلماء: والله لو بقيت شجرة بيعة الرضوان إلى عهد العثمانيين لبنوا عليها قبة. وهكذا بنوا قبر وشيدوا قبر ابن عربي في الشام، ابن عربي الذي حكم عليه العلماء بالكفر والردة، زنديق حلولي صوفي غال، بنى أحد سلاطين الدولة العثمانية على قبره قبة وصار صنما يعبد من دون الله إلى يومنا هذا. وهكذا جددوا من درس من القبور التي كانت تعبد من دون الله، لا سيما في النجف وكربلاء، سلاطين الدولة العثمانية يجددون معالم الوثنية في النجف وكربلاء. هذه مناقبهم، هذه فضائلهم. معاشر المسلمين، لمن قرأ التاريخ قراءة منصف متجرد، قراءة حقيقية، لكننا كما قيل أمة لا تقرأ، أمة لا تقرأ. ذكر بعض المؤرخين ممن يدافع عن الدولة العثمانية، قال: لم يحج سلطان من سلاطين الدولة العثمانية، ما حج منهم أحد إلى بيت الله الحرام، بينما تراه يزور القبور ويشهد الأضرحة والمشاهد ويحصل عندها من الشرك ما يعلم به الله تبارك وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين، الأمر الثاني حاربوا التوحيد وأهل التوحيد باللسان بالأقوال وهكذا بالأفعال. فلما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أرض نجد افتروا عليها الافتراءات ونشروا الأكاذيب، فالدولة العثمانية هي التي أفشت مصطلح الوهابية تنفيرا عن هذه الدعوة، وأنه جاء بدين جديد وكذبوا والله. فدعوته هي دعوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ومذهبه
لم يخرج عن المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، ومن ادعى غير ذلك فعليه بالبرهان ولن يجد إلى ذلك سبيلا. دعوته ومذهبه لم تخرج عن مذهب الأئمة الأعلام المذاهب الأربعة، لكنه الكذب والاتهام بالباطل والافتراء حتى ينفر الناس عن دعوته، عن دعوة الإسلام الحقيقية. ولم يكتفوا بذلك، بل أرسلوا له الجيوش، جيش محمد علي باشا من مصر يقاتل أهل الإسلام في أرض نجد، فارتكبوا المجازر المروعة سطرها التاريخ. حتى بعض من يدافع عن الدولة العثمانية ممن كتب في هذا الجيش الخبيث، قال: قوم لا يصلون، يشربون الخمور، ويزنون بالنساء، ويسرقون، وينتهكون الأعراض. جيش محمد علي باشا الذي غزا بلاد نجد وارتكب المجازر المروعة في حق المسلمين، في حق أهل التوحيد. وهكذا أرسلت الدولة العثمانية بجيوشها إلى اليمن لتقاتل اليمنيين في بلادهم. هذه مناقب الدولة العثمانية. وفي المقابل سقطت الأندلس في يد النصارى الصليبيين في أوج قوة الدولة العثمانية، وهي في أوج قوتها، وسقطت الأندلس ولم تفعل شيئا، وأخذت عليها الشيوعية سبع بلاد كأرمينيا وأوزبكستان وكازاخستان وما حولها من البلاد، أخذتها الشيوعية ولم تفعل الدولة العثمانية شيئا. إنما بأسها شديد على الإسلام وأهل الإسلام، على الإسلام وأهل الإسلام. هكذا كانت الدولة العثمانية في نصرة الإسلام وأهله. فاستيقظوا معاشر المسلمين، لم تكن هذه خلافة راشدة، لم تكن هذه الدولة خلافة راشدة، بل كانت دولة صوفية قبورية أشعرية خرافة. فلا يمدحها ولا يلمعها إلا أحد أربعة: إما جاهل لا يقرأ التاريخ، وإنما يأخذ التاريخ من التلفاز، من الأفلام والمسلسلات، كمسلسل الضغل، هذا المسلسل الخبيث الذي هو عبارة عن تقليب للحقائق، وعبارة عن كذب وافتراء وتزوير، وهو من نسك خيال المؤلف، ليس له أي واقع يذكر في التاريخ أو في كتب التاريخ، من نسك خيال المؤلف، يكفي في خبثه أنه يظهر ابن عربي الزنديق الملحد الكافر، يظهره في صورة عالم، في صورة شيخ صالح. نعم، فلا يمدح الدولة العثمانية إلا رجل جاهل أو رافضي أو صوفي. نعم، فالرافضة والصوفية تحب الدولة العثمانية لأنها دولة قبورية تشيد القبور وتعظم وتقدس الأضرحة والمشاهد والقباب. وهكذا الرابع: الإخوانجي. الإخوانجي هو الذي يمدح الدولة العثمانية